حابب ألفت نظر سيادتك والمشاهدين إن البطلات كلهم من محافظات مختلفة، يعني قدرنا نوصل للكفور والنجوع ونطلع بأبطالنا. يعني يمكن عندي بطلات عالم من دمياط، عندي بطلتين عالم من دمياط، عندي بطلتين عالم من البحيرة، عندي بطلة عالم من اسكندرية. قدرنا الحمد لله إن احنا نبحث عن البطل ونجدوا خلال الفترة الوجيزة الصغيرة. ازاي عملية البحث يا كابتن محمد برضو لو نقولها للناس؟ يعني في هل في زي كشافين كانوا بيروحوا، ولا من خلال مشاركات المدارس او جامعات ده حصل؟ عايز اقول لحضرتك، يعني يمكن الحب العمل والاخلاص فيه مخلي كل واحد بياخد حقه. يعني النهارده من خلال خبرتي المتواضعه في المجال الرياضي على مستوى اكتر من 40 سنه، قدرت ان هي مثلا تخليني مع زملائي اقدر نقدر نحدد مين اللي يستحق الفرصه المتواجده. يعني لو رئيس اتحاد جاي من خلفيه نفس الرياضه بتختلف عن رئيس اتحاد طبعا طبعا بيتكلف بالمنصب ويتكلف بالكرسي ومهمه ومهامه كرئيس اتحاد، لكن لما بيكون جاي من نفس الخلفيه الرياضيه فاهم الامور الداخليه وحاسس يعني باللعيبه. نتشرف ان احنا نقعد نحضر تصفيات المنتخب الوطني، ونتشرف ان احنا ننتقي اللاعبين، ونتشرف ان احنا نكون متواجدين وفي خدمتهم دايما. كلام جميل. طيب نروح بقى للشق برضه، هنروح للبطولات وده مهم جدا، فما هو ما هو قادم. بس قبل ما نلف، او عفوا قبل ما نسيب نقطه او ملف الاتحاد، اي اتحاد في العالم وتحديدا لو هتكلم في مصر بيبقى عنده بعض الازمات الماديه، منهم اللي بيقدر يتخطاها وبيفكر زي ما بيتقال دايما الصندوق، اللي هو انا مش عارفه ايه الصندوق ده، بس عامه يعني بره الصندوق. وفي ناس بتبقى دايما عندها ازمه ماديه ومستمره. الاتحاد المواي تاي، احنا نقدر نقول اولا هل الرياضه دي مكلفه ولا لا؟ رقم اتنين، هل المعسكرات والبطولات بيتم تغطيتها من قبل الاتحاد، ومصادر الاتحاد ايه برضو يا فندم؟ طبعا احنا مصدرنا الوحيد هو الانشطه ودعم وزاره الشباب والرياضه، فطبعا لا يتناسب مع حجم الانفاق والمتطلبات. طبعا حته المعسكر مغلق ده تكاليف تانية كمان يعني. لكن انا برجع تاني وبقول ان احنا الحمد لله في كل عندنا حلول دايما بنقدر ان احنا نتخطى بيها هذه المشاكل. يعني انا كمان ما برميش برضو على الوزاره ان هي تغطي تكاليفي بالكامل، انا مش هتقدر تغطي كل تكاليف الاتحادات كلها. فاللي عايز يشتغل بينجح، واللي عايز بيدور على النجاح بيتصرف. احنا من الناس اللي بتتصرف الحمد لله، وبننجح وبنجيب ميداليات. انا يمكن عندي بكره ان شاء الله المعسكر المنتخب المواي تاي هيخش معسكر مغلق. فين؟ هيخش في دار المشاة للقوات المسلحه. لمده هيخش لغايه يوم 23، هي البطولة من 20 ل 24. هيخش من بكرة لغاية انتهاء البطولة هيكون متواجد كمعسكر مغلق وتدريب مع الجهاز الفني داخل دار المشاة للقوات المسلحة. في بعد ما نخلص من دون المعسكر الفنون القتالية المختلطة هتخش استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية أكرا. هيخشوا برضه لغاية يوم 8 مارس والسفر يوم 9 مارس ان شاء الله. كلام جميل جدا. طيب انا دلوقتي لو حاجه اتكلم عن انا قلنا 1500 لاعب ولاعبه. طيب دول من باك جراوند اكيد مختلف، من اماكن مختلفه، من اعمار مختلفه، ومن انواع مختلفه، رجال وسيدات على سبيل الرجال والسيدات. التنسيق بقى في الداخل، يعني خلينا نتكلم اولا على الجهاز الفني. الجهاز الفني بيتكون من كل المتطلبات او من المراكز المهمه، زي مثلا اخصائي نفسي، تغذيه، لان بند التغذيه ده لوحده في غايه الاهميه بالمناسبه لاي بطل، خصوصا انت لما تتكلم انا عايز يبقى عندي طموح مش بس ابقى بطولات عالميه ومستوى كده، لا انا عايز اوصل للاولمبياد مثلا. تمام. فالموضوع بيتطلب اعداد وبيتطلب جهاز فني قوي. تمام، بالفعل احنا عندنا جهاز فني قوي، يعني فرصه اشكرهم على المجهود اللي قايمين بيه. جهاز فني بيعمل جميعا متطوعا لخدمه الدوله وخدمه الرياضه المصريه وخدمه لاعبين المواي تاي. حابب اشكرهم. طبعا الجهاز الفني موجود على اعلى مستوى، متطلع دايما، متطلع للبرامج التدريبيه الحديثه والبرامج التغذيه مع اشراف من دكاتره التربيه الرياضيه على كل البرامج الموجوده معاهم.